بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا هذه اللقاءات العلمية التي تكون في دروس الله عز وجل، لنستفيد منها ما يهمنا من أمور ديننا. فوجود هذه اللقاءات ومناقشة ما يحسن على ضوء الكتاب والسنة، هذا فيه خير كثير للمسلمين، لا سيما وأن هذه اللقاءات تسجل ويستمع إليها، يستمع إليها من حضر ومن لم يحضر، وتنتشر بين المسلمين. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله يسر تبليغ دعوته على ممر الأزمان بمختلف الوسائل التي يجري فيها نشر العلم على الناس وتبليغ الدعوة وتفقيه الناس في أمور دينهم، حتى لا يبقى الجاهل في جهله، وحتى لا تكون للناس حجة على الله سبحانه وتعالى. فالذي يسمع بهذه الندوات وهذه اللقاءات ويحضرها ويستفيد منها يقول قد حصل على خير كبير، ويقول أيضا قد حصل على الأجر، لأن حضور دروس العلم، حضور حلق الذكر، هذا من أفضل الأعمال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله إيمان عنده. فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أن يحظى الإنسان بهذا الشرع وهذا الأجر وهذه الفائدة. هذا أفضل له من كل شيء من أمور الدنيا. الناس أصحاب الدنيا وأصحاب الأموال يتعبون أنفسهم في طلب التجارة من قريب ومن بعيد، يسهرون ليلهم ويتعبون أبدانهم وأفكارهم لتحصيل حطام ثاني. أما طالب العلم فإنه يطلب خيرا مستمرا وباقيا ينفعه في دنياه وفي آخرته. الذي يحصل على العلم يحصل على حظ وافر
لا تقابله الدنيا بحذافيرها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. ومر أبو هريرة رضي الله عنه على الناس وهم في الأسواق يبيعون ويشترون، فقال لهم: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد وأنتم هنا. فتركوا بيعهم وشراءهم وذهبوا إلى المسجد، كل يريد نصيبه من الميراث. فلما دخلوا المسجد لم يروا شيئا يوزع، وإنما رأوا أناسا يطلبون العلم حول علمائهم. فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا شيئا؟ قال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا أناسا متحلقين على العلماء يستمعون الدروس. قال: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي شرف أعظم من هذا؟ أن تحضر لتأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنال الأجر العظيم. وأما طلب الدنيا فله وقت آخر، الله لم يحرم علينا طلب الرزق، بل أمرنا به، ولكن أمرنا أن نجعل بطلب الرزق وقتا وبطلب العلم وقتا آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لم ينهى عن الأموال والأولاد، وإنما نهى عن الاشتغال بها عن ذكر الله عز وجل. وإلا فطلب الأموال والأولاد أمر مرغب فيه شرعا، ولكن بصفة لا تتعارض مع طلب الآخرة. كما قال سبحانه وتعالى في التجار: سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق، ولكن إذا جاء وقت العبادة أقبلوا على العبادة. كما قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أمر بطلب الرزق من الله وأمر بعبادته. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لم ينهى عن البيع مطلقا، وإنما نهى عنه وأمر بتركه حين تحضر صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. هنا يغلق البيع وينهى البيع ويقبل على ذكر الله عز وجل. ثم بعد الصلاة يقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانفجروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وحتى والإنسان يبيع ويشتري، والإنسان في مكتبه، والإنسان في مسجده، يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله التسبيح والتهليل والتكبير، وهذا لا يشغله عن عمله
الدنيا قد يعينه عليه. هذا يعين الإنسان، ذكر الله يعين الإنسان على مهامه وعلى متطلباته. فأقول إن تنظيم هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات الخيرية في بيوت الله هذا يدل على خير كثير، ويحصل منه نفع عظيم، وهو علامة خير وعلامة إقبال على تعلم أمور الدين وأمور العباد وأمور المعاملات، لأن المسلم لا يقدم على عمل من الأعمال سواء كان من العبادات أو كان من المعاملات أو كان من سائر التصرفات، لا يقدم عليه إلا إذا عرف حكم الله فيه وحدوده وهل هو جائز أو غير جائز، من أجل أن يؤديه أو يطلبه على الوجه المشروع. وكل عمل كان دنيويا أو دينيا، كل عمل أدي على الوجه المشروع فإن الله يجعل فيه البركة والخير، وكل عمل أدي على غير المشروع فإنه لا خير فيه ولا فائدة منه، بل هو ضرر محض، وذلك لا يتم إلا بالحرص على طلب العلم والسؤال عما أسأل، واجتناب المساجد تردد عليها للعبادة ولطلب العلم ولاجتماع الخير. فنحن والحمد لله نعتبر هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات في المساجد نعتبرها نعمة من الله وعلامة خير للأمة، ولا يجوز للإنسان أن يغفل عن حضور هذه المجالس فيحرم نفسه خيرا كثيرا، خصوصا وأننا في زمان كثرت فيه الشواغل، كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الدعايات المضللة بشتى الوسائل، فلا بد للمسلم أن يكون له ارتباط وثيق في مجالس العلم من أجل أن يتحصن من هذه الفتن، وإلا فالأمر خطير جدا. زماننا هذا يختلف عما سبق، الفتن موجودة لكل زمان، ولكن فتن هذا الزمان أشد لما تعلمون من انتشار الشر وسرعة الاتصال وتقارب العالم بواسطة وسائل الإعلام ووسائل النقل السريع وغير ذلك، فالشر ينتشر سريعا في هذا الزمان، بينما كان في الزمان السابق ينتشر بطيئا أو يحصر في المكان الذي وقع فيه لبعد المسافات وبعد الاتصالات. أما في زماننا هذا فإن العالم صار كله كالبلد الواحد،
لا يدري في أقطاب يبلغ أقطاب بسرعة، والفتن تنوعت والدنيا ازدهرت والفتن تفاقمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، وأن الفتن في آخر الزمان تنتشر بسرعة تبلغ الآثار بسرعة، وأن كل فتنة أشد مما قبلها، فتن يرقق بعضها بعضا. وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين علينا جميعا الاهتمام بأمور ديننا والإقبال على طلب العلم، سواء بالدراسة أو بالحضور والاستماع أو بالسؤال لأهل العلم أو بقراءة الكتب النافعة المفيدة أو بسماع البرامج التي تذاع الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم وما يلقى فيها من البرامج المفيدة في أمور الدين، كل هذا مما يفيد المسلم حصانة ويعطيه بصيرة يواجه بها هذه الفتن العظيمة التي أطلت علينا الآن من كل حدب وثوب. فلا يليق بالمسلم أن يغفل عن ذكر الله والمحافظة على الصلوات وسماع دروس العلم تلقي من أجل أن يخرج نفسه من هذه الفتن، ومن أجل أن يعرف الشر ليجتنبه ويعلم الخير من أجل أن يفعله. أما إذا اجتمع فتن عظيمة وجهل بأمور الدين، إذا اجتمع فتن عظيمة منوعة وجهل بأمور الدين وإعراض عن طلب العلم، فلا تسأل عما يحصل من البعد عن الله عز وجل وفساد القلوب وانتشار الفتن. الفتن الآن غزت البيوت وغزت الأماكن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الفتن تقاوم بذكر الله عز وجل، المحافظة على الصلاة، تردد على المساجد والجلوس في المساجد، اجتماع دروس العلم، وطلب العلم من أفضل ما يقي من هذه الفتن، لأن الإنسان لا يعرف الفتن إلا إذا عرف العلم الشرعي الذي يبين هذه الفتن ويحدد أخطارها. فأقول إن هذه الندوات وهذه اللقاءات وهذه المحاضرات هذه أمر ضروري للأمة، لا بد منها مع تنظيم الدروس والانتظام في الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات الشرعية، كل هذا لا بد منه. فالمدارس والمعاهد والكليات الشرعية تخرج لنا العلماء، وحضور الدروس في المساجد واستماعها يبصر المسلمين الذين لم
تتيسر لهم فرصة الانتظام في الدراسة، تبصرهم لما دامت هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات وهذه الدروس موجودة فهي علامة خير في هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منها وأن ينفعنا بها وأن يفقهنا في ديننا وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمينا من دعاة السوء ودعاة الضلال الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم فدخوه فيها. هذه الفتن معها دعاة يدعون إليها ويرغبون فيها ويزينونها للناس، ورأس دعاة السوء هم الشياطين، كما أن رأس دعاة الخير هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأوصيكم ونفسي بالحرص على حضور هذه الدروس وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات الطيبة أينما وجدت، وأوصي من عندهم التمكن من شباب الأمة أوصيهم بالانتظام بالدراسة، دراسة العلوم الشرعية وما يعين عليها من العلوم العربية، وأوصيهم بالحرص والانتظام بالدراسة، دراسة العلوم الشرعية العلوم العربية وما يفيدهم، لأنها فرصة لا تعوض. الشاب في شبابه عنده تقبل وعنده استطاعة أكثر من غيره، فلا نذهب بدراسة طلب العلم لأي مكان وجدناه، لا نذهب في ذلك ولا نقتصر على فهمنا، فإن بعض الناس كما سمعنا يجهدون في طلب العلم وفي الانتظام في الدراسة، ويزعمون أن من حصل على كمية من الكتب وقرأها أنه يكفي هذا عن طلب العلم. هذا غلط عظيم، لابد من الانتظام في الدراسة، تلقي العلم عن أهله من أجل أن يوجد لهذه الأمة من يقوم ب إرشادها وتعليمها وأمور دينها من العلماء. وإلا من أين نحصل على القضاة وعلى الأخين وعلى الدعاة وعلى الخطباء إذا صرفنا طلب العلم؟ من أين نحصل على العلماء الذين يقومون بهذه المهمات العظيمة؟ فلا بد لنا من الدراسة وتلقي العلم عن العلماء، سواء في الخطور الدراسية أو في المساجد وحلق الذكر فالعلم لا يؤخذ عفوا ولا يأتي بدون طلب ولا يأتي بدون صبر وتحمل. لا بد من الصبر على مشقة طلب العلم
والجلوس بين يدي المعلم والاستفادة من العلماء ما داموا موجودين. فهذه كلمة بس أن أقولها بين يدي هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونسمع من الحق، وأن يعيننا على العمل به، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعفو ويغفر لنا ولكم ما يغفر منا من خطأ أو جلة، إنه سميع مجيب. وأترك الآن المجال للإجابة على الأسئلة، لأنها ربما تكون كثيرة وتحتاج إلى وقت طويل. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح فوزان هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لسلوك المنهج الصحيح في طلب العلم والحرص على مدارس العلم، وأن لا نكون من الزاهدين كما ذكر عن تلك الفئة التي تفرط في هذا المجال خاصة في مثل هذا الإجماع. ولعل بعض الأسئلة في جلب هذه القضية، فنبتدئ إن شاء الله بطرح السؤال الأول. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لطلبة العلم والشباب في الوقت الحاضر وما تعايشه الساحة من اضطرابات فكرية ومنهجية، فما هو دور طالب العلم تجاه هذه الأوضاع؟ نعم، أنا أشرت في كلمتي إلى أن الشباب خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأفكار، كثرت فيه المناهج، كثرت فيه الجماعات والانقسامات، أنا أوصيهم أولا وقبل كل شيء بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمخافة الله وخشية الله عز وجل، وأوصيهم بكثر ألسنتهم من الكلام الذي يكون وباله عليهم، وأوصيهم كذلك بالحرص على الإصلاح بين الناس، أوصيهم بالحرص على الإصلاح بين الناس وجمع الكلمة. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كما أوصيهم بطلب العلم من مصادره، طلب العلم من مصادره، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة. هذا هو السبيل الوحيد، طلب العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك على أيدي العلماء الذين أعطاهم الله العلم والبصيرة، لأن طلب العلم على أيدي العلماء هو السبيل الوحيد لمعرفة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الافتراق بين الأمة قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس هناك نجاة إلا باتباع
ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكيف نعرف ذلك؟ لا نعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا طلبنا العلم على أيدي العلماء. وإلا كل يدعي أنه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه، كل يدعي هذه الدعوة، ولكن لا يخص من ذلك إلا الحقيقة، فلا يمكن أن نعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا طلبنا العلم على أيدي العلماء الناصحين المخلصين لدينهم والناصحين لأمتهم. والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. الأمور لا تؤخذ عن الجهال وعن المدعين، إنما تؤخذ عن أهل الخبرة وأهل المعرفة، وأهل الخبرة وأهل المعرفة في دين الله هم العلماء وحدهم. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبر أن المخرج من الفتن إنما هو باتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ولا يمكن ذلك إلا بالتعلم العلم على أيدي العلماء الذين يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون سنة الخلفاء الراشدين ويبينونها للناس. فلا مخرج من الفتن والانقسامات والجماعات والمناهج إلا بهذا الشيء. المنهج الصحيح منهج واحد، ما فيه انقسام ولا فيه اختلاف، إنما الاختلافات والانقسامات في المناهج المخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم موحد، ليس فيه انقسام وليس فيه اختلاف. الانقسامات والاختلافات كلها في المناهج المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر سبيله صراطه مفردا وأن هذا صراطي، وأضافه إليه سبحانه إضافة التشريف صراط واحد. ولما ذكر السبل ذكرها كثيرة ولا تتبعوا السبل، سبل كثيرة، يعني كل له منهج وكل له طريقة وكل له مذهب، فمن تتبع من هؤلاء؟ من تتبع من أصحاب المذاهب المنحرفة؟ من تتبع من أصحاب المناهج؟ من تتبع من الجماعات؟ تضيع بينها. فلا مناص لنا من اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو منهج واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف فيه. فمن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم. لا الله يقول هذا السائل بماذا يبدا طالب العلم طريقه في طلب العلم؟ أبالتفسير أولا أم بالعقيدة أم الفقه؟ نرجو من فضيلتكم بيان تفسير هذه البدايات الأهم والمهم منها، ثم بيان
لأول الكتب التي يحتاجها طالب العلم من كل فن. نعم، العلماء رحمهم الله وضعوا لنا منهجا ساروا عليه ويريدون منا أن نسير عليه، وذلك بأنهم وضعوا مختصرات في كل علم من العلوم، وضعوا مختصرات في العقيدة، وضعوا مختصرات في الفقه، وضعوا مختصرات في الحديث وعلومه، وضعوا مختصرات في تفسير كلام الله عز وجل، وضعوا مختصرات في علم النحو، علوم اللغة. فالطريقة الصحيحة أن طالب العلم يأخذ من كل فن المختصر يحفظه ويسمعه على أحد العلماء ويشرحه له، فإذا أخذ مختصرا في العقيدة، مختصرا في الفقه، مختصرا في الحديث وفي علوم الحديث، أخذ مختصرا في علم النحو، أخذ مختصرا في أصول الفقه، وحفظ هذه المختصرات وفهمها، انفتح له باب العلم بإذن الله، لأن هذه مفاتيح وأصول يدخل منها طالب العلم إلى العلوم وتوسعاتها. العلم لا يقل دفعة واحدة، وإنما يقل شيئا فشيئا، جرعة جرعة. فالذي يوصي به إخواني طلاب كما أشرت سابقا أن ينتظموا في تلك الدراسة في المعاهد العلمية، في كليات الشريعة وأصول الدين، أو عليهم أن ينظموا حلقات في المساجد على أيدي العلماء، ويقرأوا في هذه المختصرات في كل فن. هذه أصول ومفاتيح للعلوم. وفي المثل: من ضيع الأصول حرم النصول، من ضيع الأصول حرم النصول. فالذي يريد أن يأخذ العلم من غير طريقة لا يتوصل إلى شيء بل يضيع. هذا هو الطريق الصحيح، هو الطريق السليم. وأيضا أحذر وأكرر أن طالب العلم المبتدئ لا يستقل بنفسه في قراءة الكتب أو في تعلم العلم، لأنه لم يكن عنده أصول ومبادئ يسير عليها، ولا عنده قواعد يسير عليها. فلا بد أن يأخذ الشيء من بابه. الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. فأبواب العلم معروفة، وطريق العلم معروف. كان سلفنا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر كانوا يقرؤون هذه المختصرات على العلماء، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد التابعين كانوا يتلقون العلم عن الصحابة. تابعون الصحابة تلقوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم المصدر الأول.
والتابعون تلقوا العلم عن الصحابة، وأتباع التابعين تلقوا العلم عن التابعين، وهكذا سلسلة متصلة يأخذها الآخر عن الأول، تنتهي هذه السلسلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن ينفرد عن هذه السلسلة يبتكر طريقة جديدة لتعلم العلم يكون مخطئا ولا يصل إلى نتيجة، بل تكون نتيجته الضياع أو الضلال والانحراف، لأن علمنا يقام على غير أساس فمآله الخطور. والعلم لا بد أن يقوم على أساس صحيح، لا يقتصر الإنسان على فن العقيدة فقط أو فن الفقه فقط أو فن الحديث فقط أو فن النحو فقط، لا يقتصر على هذا، بل يأخذ من كل فن بمختصر. فإذا هضم هذا المختصر وفهمه ينتقل إلى ما هو أوسع منه، وهكذا شيئا فشيئا. فإذا أخذ هذه الأصول وضبطها استطاع بإذن الله أن يطالع في الموسوعات ويطالع في الكتب ويستفيد منها ويتوسع في علومه، لأنه يبني على أصل وعلى أساس، مثل التاجر الذي معه رأس مال. الربح لا يأتي إلا بعد توفر رأس المال، ما يحصل الربح بدون وجود رأس مال، ورأس المال هو هذه المختصرات وهذه المبادئ التي وضعت في كل علم من علوم الشريعة وعلوم الوصول وعلوم اللغة. هذا هو طلب العلم الصحيح، وهذا هو المنهج السليم. نعم. طلب السائل أن يعني تدلوه على كتاب في كل فن، كتاب في كل فن. نعم. الكتب ولله الحمد كثيرة، اختصارات العقيدة كثيرة، منها على سبيل المثال ثلاثة الأصول، الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا مختصر مفيد، كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا أيضا مختصر مفيد، يجيب عن الشبهات التي يريدها المشركون وعباد القبور ويكشفها ويجيب عنها بجواب شافي بإذن الله. كذلك كتاب التوحيد للإمام الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب، وهذا أوسع مما قبله، لأنه يضع مؤلفاته يضعها على الخطوات شيئا فشيئا، كل مؤلف أوسع مما قبله، وهكذا. شرح كتاب التوحيد، فتح المجيد، تيسير فتح المجيد على شرح كتاب التوحيد، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كلها شروح مفيدة. لكن بعد حفظ النسل وقراءته على أحد العلماء، كذلك العقيدة الواثقية لشيخ الإسلام ابن تيمية في الأسماء والصفات وأصول الإيمان، إيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كلها تناولتها العقيدة الواثقية. وبعد مثل الطحاوية وشرحه، شرح طحاوية للعز بن أبي العز الحنفي، كل هذه كتب مفيدة في العقيدة. لكن أكرر وأؤكد أن طالب العلم المبتدئ لا يقتصر على تحصيل الكتب وقراءتها، بل لا بد من
الجلوس على أهل العلم والدراسة عليهم وتلقي العلم منهم يوضحوا له هذه الكتب. في الفقه مثلا مثل الدليل، مثل الزاد، عمدة الأحكام، هذه كلها مختصرات في فقه الحنابلة. وإذا حفظ هذه المتون وقرأها على أهل العلم من شأنه أن يتوسع بما هو أوسع منها، شرح الزاد، غرض المربع، شرح الإقناع، المثنى للترشاد، شرح المنتهى، وهكذا ينفتح أمامه المجال في الموسوعات العلمية في الفقه. في مثلا الحديث، الحديث بلوغ المرام، هذا مثل جيد لأحاديث الأحكام، وأوسع منه المنطقة، منطقة الأحكام، هذا أيضا كتاب في أحاديث الأحكام وهو أوسع من الدروس، وأوسع منه المنطقة، منطقة الأحكام، هذا أيضا كتاب في أحاديث الأحكام وهو أوسع من البلوغ. ثم الشروح، شرح البلوغ، سبل السلام، شرح بلوغ المرام، ليل الأوطار، شرح منطقة الأخبار. ثم إذا انفتح له الباب في علم الحديث أمام الموسوعات، الصحاح والمسانيد والسنن، كلها متوفرة ولله الحمد. لكن لابد من أخذ الأصل، لابد من قراءة المختصرات أولا على أهل العلم حتى يكون عند الإنسان ملكة يدخل منها على الموسوعات. في علوم الحديث مثلا النخبة، نخبة الفتر للإمام ابن حجر وشرحها للمؤلف، ألفية العراقي لمصطلح الحديث شرحها للمؤلف نفسه، المؤلف شرحها وشرحها غيره أيضا، شرحها غير المؤلف، سماها في ألفية العراقي أشروح. في أصول الفقه مثلا روضة الناظر ابن قدامة شرحها الورقات لإمام الحرمين وشرحها قرة العين. وإذا دخل الإنسان في هذا الفن فأمامه الموسوعات في أصول الفقه كثيرة. مثلا في النحو هي الأجرمية، المقدمة الأجرمية، هذه بداية يبدأ منها طالب العلم، ولا بد من تحضيرها على أحد العلماء. ثم القطر، قطر الندى لابن هشام شرحه، شرح قطر الندى، وكذلك الملحق، ملحق الإعراب للحريري وشرحها، كذلك الألفية، الألفية ابن مالك شروحها وأشهر شروحها وأكثرها وأدخلها شرح ابن عقيل. هذه الكتب التي في كل فن وهي مرتبة مختصرة ومتوسطة ومطولة. وفي المذاهب الأخرى، مذهب الشافعي، مذهب المالكي، مذهب الحنفي، فيها أيضا نفس الشيء، فيها كتب مختصرة وفيها كتب متوسطة وفيها كتب مطولة. نعم. يقول هذا السائل: شخص كان يعمل بعض المعاصي وكان يندم بعد أن يفعلها، وكان يعمل بعض المعاصي ثم يندم بعد فعل تلك المعاصي ويحلف بالله ألا يعود،
يحلف بالله أن لا يعود إلى تلك المعاصي، وكان في بعض الأحيان يحلف بالصلاة، وكان يصبر عن تلك المعاصي فترة ثم يعود إلى فعلها مرة أخرى. فالسؤال: ما حكم حلفه بالله هذا الحلف المتكرر، وما حكم حلفه بالصلاة مع أنه حدث بالصلاة أكثر من 3 مرات؟ الواجب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب توبة صادقة، وإذا تاب إلى الله توبة صادقة وبنية صالحة فإن الله يوفقه ويعينه، ولا داعي للحلف، لا داعي للحلف والطلاق، بل يتوب إلى الله من غير أن يحلف ومن غير أن يطلق، لأن الحلف بالله أو الحلف بالصلاة يقعه في مشكلة، ولا داعي إلى هذا. فهو يشدد على نفسه بهذه الأيمان، لكن ما دام الأمر قد وقع وأنه حلف فعليه كفارة يمين، كفارة يمين إذا حلف بالله على ترك شيء من المعاصي ثم وقع فيه فوجبت عليه الكفارة. كذلك إذا طلق وقصده منع نفسه من هذا الشيء ولم يقصد تطليق زوجته وإنما قصد منع نفسه التأكيد على نفسه، هذا طلاق يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، يجري مجرى اليمين، تحله الكفارة مثل اليمين بالله عز وجل، كفارة يمين فيه كفارة يمين، إلا إذا كان قصد طلاق زوجته إنه يقع الطلاق. أما إذا لم يقصد لذلك طلاق زوجته وإنما قصد منع نفسه من ذلك الشيء والتأكيد على الامتناع ثم غلبته نفسه والشيطان ووقع في هذا الشيء، عليه كفارة يمين لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذه عامة لكل الأيمان يدخل فيها يمين الطلاق. هذا هو الصحيح من قول العلماء في هذه المسألة، لكن كما ذكرت على السائل أن يتوب إلى الله بدون يمين وبدون طلاق. وإذا تاب إلى الله توبة صادقة فإن الله يعينه ويجنبه هذه المعاصي. يقول هذا السائل: يوجد لدينا مسجد في الشركة التي نعمل بها، ومعظم هؤلاء الموظفين التابعين لهذه الشركة من الوافدين الأخوة المسلمين وغيرهم، فكنا بوضع مكتبة في المسجد بها كتب ومكان لبيع الأشرفة لسعر التكلفة، بحيث أن من يأخذ أي شيء من هذه الكتب أو الأشرفة يضع المبلغ في الصندوق، فليس أحد يقوم بالبيع وإنما كل شخص يأخذ ما يريده ويضع سعر الكتاب أو الشريط في هذا الصندوق، وقد وجد هذا العمل إقبالا كبيرا من عامة الموظفين، حيث أن معظمهم لا يعرفون أماكن بيع هذه الأشرفة أو الكتب، أو أنهم يجدونها بسعر أكبر مما يعرض عليهم في هذا المكان، فما هو حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أثابكم الله، سؤال مفهوم، أثابكم الله على هذا العمل الحرص على الخير نشر الخير، وهذا توزعون عليه إن شاء الله، ولكن وضع هذا في المسجد لا يجوز، لأن المسجد لا يجوز في البيع والشراء، وإن لم يكن لنقض البيع والشراء، وإن كان بما ذكره السائل وضع الكتاب أو الشريط وكتابة التسعيرة ثم يأتي ويأخذ الكتاب أو الشريط ويضع القيمة، هذا هو البيع، هذا هو نفس البيع، لا يجوز البيع والشراء في المكان. فالواجب أن تضعوا هذا المكان خارج المسجد، افتحوا مكتبة خارج المسجد
واجعلوا فيها هذا العمل الطيب، أو غرفة خارج المسجد إذا ما تيسر مكتبة وموظف يقوم على المكتبة، اجعلوا غرفة خارج المسجد واجعلوا وقتا لفتحها، اجعلوا وقت تفتح فيه ويدخل فيها الراغبون ويأخذون ويضعون القيمة خارج المسجد. أما في المسجد هذا لا يجوز. وأظن صدر فيه تعميم من وزارة الأوقاف وشؤون المساجد، وضع صدر تعميم لمنع هذا الشيء وهو حق لا يجوز هذا. نعم. يقول هذا السائل: سؤالا خلاصته أنه بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى أراد التخلص من جهاد الإنتاج لما علم أنه مما يحمل خير أو شر، فأراد بيعه، فهل يجوز له بيع هذا الجهاد أم ماذا يتكرر؟ المسألة فيها إشكال، ولكن إذا باعه وتصدق بثمنه ربما يكون هذا حلا مقبولا، يكون هذا حلا مقبولا، يبيع ويتصدق بثمنه خلص منه. نعم. يقول هذا السائل: هل يعذر الجاهل بجهله حتى إذا طاف بالقبور ونذر وذبح لغير الله؟ هذا فيه فصل. الذي يفعل الشرك إن كان في بلاد منقطعة لم يصل إليها شيء من العلم أصلا، أو كان حديث عهد بالإسلام أسلم من جديد ولم يعرف أحكام الشرع، هذا يعذر بالجهل. أما إذا كان يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمع الخطب المحاضرات ويقرأ الكتب في التوحيد وإخلاص العقيدة، هذا لا يعذر بجهله، لأن العلم موجود، العلم موجود ومتيسر أمامه، ولكنه لم يرغب بمعرفة الحق، بل آثر أن يبقى على العادات والتقاليد الفاسدة، هذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغه العلم أو كان باستطاعته أن يعرف الحق لو طلب، ولكنه أهمل ولم يطلب ولم يحرص على دينه، هذا لا يعرف الجهل. وغالب غالب الناس هكذا، غالب الناس بلغهم العلم أو كان العلم ميسورا لهم ولكن لم يسألوا ولم يحرصوا على أمور دينهم، فهم غير معذورين بالجهل. إنما يعرف بالجهل من كان في أرض منقطعة عن بلاد الإسلام ولا يدرها شيء، أو كان إسلامه إسلاما جديدا حديثا ولم يتمكن من فهم الإسلام إلا بعد مدة، هذا يعلم بالجهل. نعم. إذا كنت مباشرا يقول هذا السائل بعد السلام: أنا أحد رجال الأمن ويعرض علينا أثناء عملنا كثير من حالات السكر، وقد يكون متعاطي المسكر رجل كبير السن كثير العيال قليل المال، فهل يحق لي أن أسكر عليه أملا في توبته وحفاظا على سمعته وعياله؟ لا، ما دام أنه وجد شاربا للخمر ظاهر، أمر ظاهر، لا يجوز تركه، بل لا بد من أخذ الإجراءات في حقه كغيره، ما دام أنه ظاهر موجود في الشارع ولا في مكان ظاهر، هذا منكر ظاهر، هذا منكر ظاهر لا يجوز التساهل فيه، بل لا بد أن تجرى في حقه الإجراءات كغيره من العصاة الذين أعلنوا المعصية والمنكر. نعم. يقول هذا السائل: ما هي العقيدة الأشعرية؟ وهل تجوز الصلاة خلف الأشعري؟
العقيدة الأشعرية هي التي تسلسل بين أبي الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في الأول، كان في الأول على مذهب المعتزلة، ثم إنه تاب من مذهب المعتزلة وأخذ مذهب الكلابية، والمكلا الكلابية أتباع سعيد بن كلاب محمد بن سعيد بن كلاب، وكان يؤول الصفات لكنه أخف من مذهب المعتزلة. ثم إن الله هداه أخيرا ورجع إلى أو اعتنق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في العقيدة وفاق من تأويل الصفات، فهو رجع عن مذهبه الأول وأخذ مذهب أهل السنة، ولكن أتباعه أخذوا بمذهبه القديم ولم يأخذوا بمذهبه الأخير الذي وافق فيه أهل السنة، فلذلك يسمون بالأشاعرة وهذه التسمية خطأ، لأن اللائق أن يسمون بالكلابية، لأن الأشعري رحمه الله كان من هذا الشيء، ومن تاب من المذهب لا يتب إليه، فالتعبير الصحيح أن يقال لهم الكلابية، لأنهم على مذهب بالكلاب في تأويل الصفات أو تأويل كثير من الصفات، يثبتون بعضها، نعم، يثبتون الصفات السبع أو الأربع عشر التي يزعمون أن العقل يدل عليها ومن عداها يؤولونها، هذا مذهب المسمين بالأشعرية، وهو تأويل كثير من الصفات وعدم إثباتها. أما الخلاف خلف الأشعري، الأشعري لا شك أنه ضال في عقيدته في تأويل الصفات، فالصلاة خلفه إذا أمكن وجود من هو أحسن منه، أولا لا يجوز أن ينصب إماما في المسجد وهو أشعري، لا يجوز أن يجعل إمام ينصب إمام وهو أشعري، لكن إذا نصب وصلى بالناس الصلاة خلفه صحيحة لأنه مسلم لم يخرج من الإسلام، وإن كان مخالفا في العقيدة في باب الأسماء والصفات، لكنه هو مسلم والصلاة تصح خلفها كل مسلم على الصحيح، إنما الذي لا تصح الصلاة خلفه هو المرتد والكافر، هذا هو الذي لا تصح الصلاة خلفه، أما المسلم فتصح الصلاة خلفه، ولكن مهما أمكن الصلاة خلف غيره فإن ذلك يجب احتياطا للدين واحتياطا للصلاة. وقلت وأقول وأكرر، لا يجوز إذا كان لنا سلطة، لا يجوز أن ننصب الأشعري إماما بالنصب إذا كان لنا سلطة، أما إذا كانت السلطة لغيرنا مثل كنا في بلاد أخرى سلطة غير أهل السنة ونصبوا الأشاعر أئمة في المساجد ولم تجد من تصلي معه، قل مع الجماعة ولو كان لنا مثلا. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يلزم ذكر المحاسن عند نقد بعض الأشخاص، وخصوصا من وقعوا في أمور عقدية، أم يكتفى بذكر هذه الأخطاء فقط؟ ما هو المنهج الصحيح وجزاكم الله خيرا حين نقد هذه الأمور؟ نعم، هذه المسألة تكرر السؤال عنها من الإخوان، وهذه المحاسن المردود عليه هذا فيه تفصيل، إذا كان المردود عليه عنده أخطاء في العقيدة فهذا لا تذكر محاسنه، لأنك إذا ذكرت محاسنه هو وجه في أخطائه وجعلت الناس يحسنون الظن به، فإذا كان أخطاؤه في العقيدة فاذكر أخطاءه فقط
ولا تذكر له المحاسن، لأن ذلك يروج أخطاءه ويجعل الناس يحسنون الظن به ولا ينتبهون إلى ما عنده من الأخطاء في العقيدة. أما إذا كانت أخطاؤه في مسائل الفقه، مسائل الفقه أمرها سهل، إذا أخطأ إنسان في مسألة فقهية فإنك ترد عليه، ولكن تذكر أن هذا له محاسن وله مقام في الإسلام وله، لكن أخطأ في مسائل فرعية فلا بأس. إذا كانت الأخطاء في الفروع فلا بأس في ذكر المحاسن، لئلا يسيء الظن، الناس يسيئون الظن به، فأنت تدفع عن عرضه ما دام أنه سني وأن عقيدته سليمة ولكن أخطأ في بعض المسائل الفقهية، فأنت تذكر محاسنه لئلا يسيء الناس الظن به خصوصا الجهال والمبتدئين. أما الإنسان الذي عنده أخطأ في العقيدة أو عنده بدع فهذا لا يجوز ذكر محاسنه، لأن هذا يترتب عليه تغرير، تغرير بالناس، تغرير لمن لا يعرف الحقيقة. نعم. يقول هذا السائل: بعد السلام، تكلمتم حفظكم الله عن الفتن، وتعلمون أن من وسائل الفتن في هذه الأيام انتشار ما يسمى بالدش أو الصخر الهوائي، فلماذا لا يكون هنالك توعية إعلامية بجميع أنواعها من قبل علمائنا حفظهم الله على شكل محاضرات وندوات ومقالات وفتاوى، وما هو واجب طالب العلم تجاه هذه المنكرات؟ تجب النصيحة عن الدش وعن غيره من أسباب الفتن، النصيحة واجبة، وأنا أحذر إخواني الحاضرين وغير الحاضرين، أحذرهم من الدش وأن لا يصدوه فوق بيوتهم، لأنه يجلب إليهم الشر من كل حدث وصوت، ويؤثر على من في البيت من النساء والذرية والجهال، بل يؤثر على حتى خطره حتى على طالب العلم، لأن لا أحد يأمل الفتنة ولو كان عالما، الفتنة لا يأملها أحد والعياذ بالله، لكن خطر الفتنة على النساء والأطفال أشد والجهال أشد. فأنا أحذر وأكرر وأنصح الابتعاد عن هذه الآلة ونصبها في البيوت، وأظن أنه قدر فيها نصائح وقدر فيها إجابات لأهل العلم، فهي لم تترك ونبه عليها، ولكن لا بد من تكرار التنبيه عليها، وأنها وسيلة فتنة، فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من الفتن وأن يتجنب أسباب الفتن والشرور، ومنها هذا المسمى بالدش أو بالصحن الهوائي لما يجلبه من الشرور والفتن على أهل البيوت في بيوتهم. نعم. يدور حول مانع من موانع الحمل. يقول هذا السائل: أولا، يتم الإخفاق بثلاث الهويضة والحيوان المنوي في الطرف البعيد لقناة فالو، بعد الإخفاق تتحرك الهويضة الملقحة في اتجاه تجريس الرحم لكي تعلق به وتستكمل نموها وانقساماتها، مع العلم بأن البويضة الملقحة تبدأ في الانقسام إلى مجموعة من الخلايا قبل أن تصل إلى تجريس الرحم، وفي هذه الحالة تعتبر جنينا حيا. وجود، يقول في المرحلة الثالثة، وجود اللولب في تجريس الرحم يمنع التصاق البويضة الملقحة والمنقسمة بجدار الرحم ويسبب موتها وخروجها مع الدورة. السؤال: هل وجود اللولب في هذه الحالة يعتبر نوعا من الإجهاض أم لا؟ هذا لا يعتبر نوعا من الإجهاض، لأن الإجهاض
معناه إسقاط الحمل بعد تكونه من العلقة إلى المضغة إلى الطور الأخير. أما ما دام منيا الأربعين الأولى فإلقاء لا يسمى إجهارا، ولكن يحرم منع الحمل، يحرم تعاطي ما يمنع الحمل إلا لضرورة يقررها الأطباء المسلمون. يقررون أن الحمل في هذه المرأة يفضي إلى وفاتها أو إلى موتها، فيه خطر شديد، حينئذ يجوز منع الحمل دفعا للضرر، لو قرر الأطباء أن هذه المرأة لو حملت فتسبب ذلك في وفاتها أو في مرضها مرضا شديدا، أو لو حملت لأفضى هذا إلى تضرر الرضيع الذي يرضع منها، وليس هناك ما يغذيه غذية الأمة، فهنا يجوز منع الحمل من أجل ثلاث هذه الأغراض. لكن بعد تقرير الأطباء، ما كل واحد ما يريد الحمل أو كل امرأة لا تريد الحمل تعمل المانع، لا، ما يجوز، لأن الحمل مطلوب. فمنع الحمل سواء بالرابط الذي ذكره السائل أو بتعاطي الحبوب الذي تمنع الحمل، كل هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، كان يكون على الحامل ضرر لو حملت ضرر محقق، أو كانت ترضع طفلا وليس له غذاء إلا لبنها، وإذا حملت انقطع اللبن تضرر الطفل الرضيع، فهنا يجوز منع الحمل قبل تخلقه، لأن يكون نطفة، لا يزال نطفة الرحم. أما الإجهاض فمعناه إلقاء الحمل المحقق الموجود، هذا هو الإجهاض. يقول هذا السائل: لا يسعد بالصلاة، هو أني كنت مسافرا وحضرتني صلاة العصر، وأثناء دخول المسجد وجدت الإمام في التشهد الأول، فدخلت معه بنية قصر العصر ركعتين، وعندما سلم سلمت، وبعد ذلك أخبرني أحد الناس أن هذا لا يجوز ولا بد من إتمام الصلاة أربع، أرجو توجيهكم. نعم، وكذلك من دخل مع الإمام الذي يتم الصلاة وجب عليه الإتمام، ولو لم يدرك إلا آخرها، من صلى مع الإمام الذي يتم فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر، لأن متابعة الإمام واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. لا يجوز للمسافر الذي يقصر إذا صلى مع إمام المقيم يتم الصلاة، لا يجوز له أن يقصر خلفه، وإنما يتم الصلاة تبعا له، تبعا للإمام. نعم. يقول هذا السائل بعد السلام: قد صدر في هذه الأيام كتاب بعنوان أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وخلق مؤلفه إلى القول بأن سيد قطب قد وقع في أخطاء جسيمة في العقيدة، نرجو يا حبيب الشيخ أن تخبرنا برأيك في هذا الكتاب. الحقيقة أنا لم أقرأ هذا الكتاب، إنما وصل إلي ولكن لم أقرأه، ولكن فيما يظهر لي أن المؤلف لم يأتي بشيء من عنده، ولم يتقول على أي قصد، وإنما ذكر أخطاء واقعة في كتبه ونبه عليها في ذكر الصفحة
ونفس الكلمة، وما دام كذلك فإنه لا مؤاخذة عليه، ما دام أنه ذكر مستندة ووثائقه من كتاب الرجل فقد أدى ما عليه. وكل يخطئ، أي قطب يخطئ وغيره يخطئ، الحمد لله الحق طبعاً لك المؤمن، أدام أنه إن المؤلف ما جاء بشيء من علمه ولا تطول على الرجل ولا كذب عليه، وإنما نقل كلامه بنصه من كتبه وذكر الصحة والكتاب، فقد برئت ذمته من ذلك. نعم. يقول هذا السائل: في عادة تنتشر في الأفراح وهي ذهاب بعض النساء إلى من يسمونهم بالكوفير، فما حكم ذهابهم من أجل تحسين شعورهم وتدميرهم ونحو ذلك؟ لا يجوز خروج النساء من البلوغ، لأن الفتنة متوقعة. المرأة حتى خروجها للمسجد فيه تحقق، خروجها للمسجد فيه تحقق، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إلى الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذا كان خروجها للمسجد فيه تحقق من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بخروجها إلى المحلات وإلى الكوفير وإلى، هذا يعرضها لخطر شديد. وإذا كان القصد التجمل تصليح الشعر، هذا يعمل في بيتها، في حسن شعرها وتجمله في بيتها على يد النساء الموثوقات وفي البيت. وهذه عادة المسلمين من قديم الزمان، أن النساء تصلح شؤونها والعرائس تصلح شؤونها في البيوت، ويتولى ذلك النساء المسلمات الطيبات، وتكون المرأة مستورة ومصونة، علاوة على ما في هذه الكوفيرات من التشبه وجعل الشعر على صفة فيها تشبه بالكافرات أو بالفاسقات. هذا خطر آخر بعد، غير الخروج وغير الفتنة، أن فيه تشبها في الغالب، أن فيه تشبها في الغالب بعادات غير المسلمين في إصلاح الشعر. الحاصل أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة، وتصليح الشعر ليس ضرورة لأنه يصلح في البيت، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سؤال الرضاع، رضعت من زوجتي ولد خالي نور الدين، فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي من زوجة ثانية، علما أن بنت خالي المذكورة هي أخت نور الدين من أبي؟ أرجو بذلك الإفادة، حفظكم الله. يعني إذا رضعت من زوجة رجل خالص أو غير خالص، إذا رضعت من زوجة رجل رضاعا كاملا خمس رضعات في الحولين، فإنه يكون هذا الرجل أبن من الرضاعة، ويكونون أولاده من بنات وبنين كلهم إخوتك من الرضاعة، من كل زوجاته، من الزوجة التي أرضعتك ومن زوجاته الأخرى، كل أولادهن إخوة لك من الرضاعة. نعم. نعم. تصبح من أبيك تصبح عمك، تصبح عمك من الرضاعة رغم من أمها. نعم. نعم، يمكن أن تصير أختلا من النسب وعمك له من الرضاعة. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى والمسلسلات التي تعرض بالتلفاز؟ الاستماع إلى الأغاني والموسيقى لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره، لا يجوز الاستماع للأغاني ولا الاستماع للموسيقى سواء في التلفاز أو في غير التلفاز، لأنها من لهو الحديث الذي ذم الله وتوعد من فعله
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقد فسر عبد الله بن مسعود لهو الحديث بأنه الغنى. والمعازف جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أن قوما في آخر الزمان يحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يكتب بهم. يحلون الحرى يعني الزنا، لأن الحرى معناه الفرج، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف، والمعازف قرن المعازف مع الخمر ومع الزنا ومع الحرير المحرم على الرجال، فدل على تحريم المعازف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أجمع أهل العلم على تحريم المعازف. كذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان نقل الإجماع من أهل العلم على تحريم المعازف والنجارين. وكذلك المسلسلات التي فيها محاذير، محاذير إما أن يكون فيها نساء غير محجبات بفتنة، هذه لا يجوز النظر إليها، أو يكون فيها إساءة إلى الدين، لأن من المسلسلات ما يظهر الزواج بالأربع أنه جريمة، يكون هذا إساءة إلى الدين، لأن الله أباح الزواج للرجل أن يتزوج بالأربع، فإذا ظهر في المسلسلات ما يشوه هذا ويحذر منه هذه معارضة لكتاب الله عز وجل. يكون فيها أفكار مدسوسة كبيرة في المسلسلات، الغالب أنها يكون فيها مسلسلات، يكون فيها مدسوسات على الأخلاق، على العقائد، على أمور الناس، على أمور المسلمين، فلا خير فيها. حتى لو سلمت من هذا كله، وكان الإنسان يسهر الليل على رؤية المسلسلات ويسأل عن صلاة الفجر، أو قد ينام عنها ولا يصليها في وقتها، هذا خطر عظيم على المسلم. فالحاكم أن المسلم بغني عن متابعة هذه المسلسلات لو لم يكن فيها إلا ضياع الوقت والكسل عن صلاة الفجر. أما إذا اشتملت على محاذير في العقيدة أو في السلوك، هذا أشد وأعظم. نعم. بمناسبة الحديث عن هذه الملهيات، فهناك استغراق على سؤال سابق حول بيع شراء التلفاز، فإذا علم أن في هذا الجهاز الضرر، فألا يكون بيع هذا الجهاز لشخص آخر من باب نقل الضرر إلى الغير؟ أنت بالخيار، تصرفه هو بيدك، إلى أتلفت لا أحد ما ترضى عليك، لأنه لك ولا حد يجي مناك لا فيك الفلسفة ما في مانع. وإن جاءت أو تصدقت بثمنه هذا حل آخر، أنا لا أجزم به، لكن أقول ربما يكون حلا، والله أعلم. لا. يقول هذا السائل: ما حكم الجلوس مع من يتكلم في الناس ويذكر مساوئهم وعيوبهم في كل وقت؟ هذا مغتاب، هذه غيبة، ولا يجوز الجلوس معه إلا بشرط أن تنكر عليه وأن تذب عن أعراض المسلمين. أما الجلوس معه من غير إنكار فهذا لا يجوز، لأنه يكون رضا بالمعصية أو موافقة على المعصية وعدم إنكار لها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأقل مراحل الإنكار الإنكار في القلب، وإذا أنكر بقلبه إنه لا يجلس مع صاحب المنكر. المنكر بالقلب لا يجلس مع صاحب المنكر، بل يعتذره، على آخر المراحل. أما إن حصل الإزالة في المنكر هذا شيء مطلوب، لكن إذا لم يحصل إزالة في المنكر فعلى الأقل يكرهه بقلبه، وإذا كرهه بقلبه لم يطمئن إلى صاحبه ولم يجلس إليه، لم يبتعد عنه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من كلمة للمعلم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم والمسلمين على ما ينفعنا ويفيدنا في أمور ديننا ودنيانا. ومن ذلك بداية العام الجديد الدراسي، بداية العام الدراسي الجديد، أوصي إخواننا المدرسين بتقوى الله سبحانه وتعالى والخشية لله عز وجل وإبراء ذمتهم من المسؤولية التي علقت بهم وأريقت بهم والأمانة التي تحملوها، وذلك لتدريس أولاد المسلمين وتوجيههم تربيتهم والتربية السليمة والأخذ على أيديهم من الأمور المحرمة والمكروهة، لأن المدرس مربي والمدرس مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام ولاة الأمور، لأنه حمل أمانة فعليه أن يتقي الله بأدائها، يكون أولا قدوة حسنة في نفسه، يكون قدوة حسنة في نفسه يعني يلتزم لطاعة الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض وأن يتجنب المعاصي وأن يكون قدوة حسنة للطلاب. أما أنه ينصحهم وهو يخالف نصيحته فهذا قدوة سيئة، أو لا ينصحهم ويسكت ويتركهم على المخالفات هذه خيانة أيضا، فعليه أن يكون أولا قدوة في نفسه بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعليه ثانيا أن يؤدي الأمانة التي حمل إياها، تعليم أولاد المسلمين ما ينفعهم وتجنيبهم ما يغرهم وتربيتهم على الأخلاق الطيبة وإبعادهم عن الأخلاق السيئة والسلوك المنحرف، ومسؤولا عن هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإذا قام المدرس بعمله على الوجه المشروع فقد نصح لعامة المسلمين ونصح لولي الأمر، بل نصح لنفسه أولا. فأوصي الطلاب أيضا بالحرص على طلب العلم وحفظ الوقت وعدم الإهمال، وأوصيهم أيضا باحترام المدرسين وعدم الإساءة إليهم، وإذا رأوا من مدرس زلة أو خطأ علما ينصحوه بما بينهم وبينه، فإن امتثل واستقام وإلا عليهم أن يبلغوا المدير المدرسة أو المسؤول الذي له السلطة عليه، وأنه يحصل من كذا وكذا وأنه نبه ولم ينتهي، لأجل أن يستبدل بمن هو أحسن منه. وإذا حصل هذا فإن أهل الشر ينقمعون، لأن المدرس إذا كان منحرفا والعياذ بالله أو عنده أخلاق سيئة وسكت وسرق فإنه يفسد أولاد المسلمين، فلا بد من هذا الأمر. الطلاب عليهم أن يحترموا وأن يستفيدوا منه، فإذا رأوا منه خطأ أو انحرافا لا قدر الله في السلوك فعليهم بمناصحته أولا، فإذا لم يمتثل لا يجوز لهم السكوت، فعليهم أن يبلغوا من بيده السلطة على هذا الشخص من أجل أن يستبدل بمن هو أحسن منه وأنفع للمسلمين. والله أكبر. لعله آخر سؤال يوصف السائل أنه رضع من زوجة خاله، رضع من زوجة خاله 5 رضعات فأكثر، وملك عقد على ابنة خاله وجهز يعني الآن لو ذات دين عقد عليها، هل هذا العقد صحيح وهل يتم الزواج؟ لا، ما دام أنه رضع للزوجة خاله، وزوجته ولا من بنت خاله؟
ما دام انه رضع من زوجة خاله خمس رضعات في الحولين فانه لا يجوز العقد على بنت خاله، سواء هذه التي رضع معها او التي قبلها او التي بعدها، كل بنات خاله، كل بنات خاله، وسواء من المرضعة او من زوجة اخرى، كل بنات خاله اخوات له، لا يجوز له العقد عليهن. فان كان عقد فالعقد غير صحيح، وعليه ان يسترجع المال الذي اعطاه لخاله او فرقه له، هذا راجع له، المهم ان العقد غير صحيح. نعم.